السؤال اللي حير كل المدرسين وكل الدنيا، بس انت جامد وانا بحفظه لك. في يوم 12 مايو عام 1967 اننا سوف نشن هجوم خاطف. الناس كلها بتتكلم عن صعوبة الفيزياء وسايبين امتحان التاريخ اللي شهد سؤال ممكن يكون اغرب سؤال في تاريخ الثانوية العامة. تعود اهل الصعيد على استخدام شعر الديل الحصان في علاج الجلد الزائد. كيف استخدمت مصر تلك الجملة في فترة الخمسينات والستينات ضد الجانب الاخر؟ سؤال غريب في امتحان الثانوية العامة بمادة التاريخ قلب مصر كلها. السؤال كان عبارة عن استخدام شعر ديل الحصان في علاج الجلد الزائد في الصعيد وربطه بجزئية في فترة الخمسينات بين مصر والجانب الآخر. سؤال حير طلاب ومدرسين الثانوية العامة في التاريخ ومحدش واخد باله منه. الناس التهت في مادة الفيزياء واللي حصل في امتحان الفيزياء، وكل الناس السؤال اللي هيضيع التقفيل لطلاب أدبي. سؤال شعر دير الحصان وعلاقته بالتاريخ المصري هو أغرب سؤال تاريخ في النظام الجديد للثانوية العامة. مدرس شهير بمادة التاريخ بيكشف تفاصيل السؤال الأغرب في الثانوية العامة 2024. وبرضك من الأسئلة كمان اللي ربنا كرمنا بيها، ده احنا ربنا النهاردة كرمني أنا وانت كرم واسع ملوش حل. سؤال رقم 26، وده كان سؤال في الباب السابع. بص جمال السؤال بيقولك ايه. كان أهل الصعيد قديما. السؤال اللي حير كل المدرسين وكل الدنيا، بس انت جامد وانا بحفظه لك، مديك صيغه شبهه. كان اهل الصعيد قديما يلجؤون في استخدام شعر ديل الحصان لعلاج الصنطه الزايده في الجلد منعا من وصول الدم لباقي الاطراف. يبقى دي عاده عند اهل الصعيد زمان، ان لو حد عنده صنطه يعني حته من الجلد بتزيد عن حجمها، بياخدوا شعره من ديل الحصان ويلفوها حوالين الجلده دي ويقطعوها عشان يمنعوا وصول الدم للمنطقه دي عشان الجسم ما يلتهبش. حلو جدا، ده اللي كان بيستخدمه اهل الصعيد زمان في العادات الموروثه. الطلب بقى اللي طلبوا منك ايه؟ انت هنا ممكن تتخدع وتروح للباب الاول، بس انت عشان ابني واثق من نفسك. طيب حلو، دي عاده عند اهل الصعيد زمان. قال لك ايه بقى؟ بيقول لك طبقت مصر تلك الفكره، يعني مصر هتطبق فكره ان انت تحاول تمنع وصول الدم للمنطقة الملتهبة. سؤال رقم 28 برضك في نفس الامتحان وموجود عندنا برضك في الفيديوهات، وانا كنت جايبه لك صور متتالية. بيقول لك ايه؟ اعلن اسحاق رابين رئيس اركان حرب القوات المسلحة في يوم 12 مايو عام 1967 اننا سوف نشن هجوم خاطف. هتعمل هجوم خاطف على سوريا ونحتل دمشق لإسقاط نظام الحكم بالدولة السورية. وراح جاي لك ايه؟ ما هو هدف اسرائيل من وراء هذا البيان؟ وراح جاي لك يستبعد من الاهداف الاسرائيلية. اداك اربع اختيارات، فيهم ثلاث اختيارات تعد اهداف اسرائيل من عدوان 5 يونيو.